مع استمرار الاحتجاجات في البحرين تشهد الساحة تطوراً جديداً، فالحكومة البحرينية أصدرت قراراً بمنع التظاهر وكافة المسيرات والتجمعات في البلاد. القرار جاء إثر وقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، ما دفع وزير الداخلية البحريني راشد الخليفة للإعلان عن عدم قبول ما وصفه بإساءة الاستخدام المتكررة لحق حرية التعبير، مؤكداً على أنه لن يسمح بعودة التظاهرات إلا بعد تحقيق قدر كاف من الأمن والاستقرار. الوزير قال إنه سيتم التعامل مع أي مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وحتى كل من له علاقة بها. فالحكومة البحرينية ترى أن إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات إسقاطه أمر يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي والإخلال بالأمن العام. الجماعات تخرج في مسيرات احتجاجية، ولكن مستوى العنف الذي يمارس في هذه المسيرات والاحتجاجات مستوى غير مقبول. المعارضة تعمل على زيادة الاحتقان بدون توقف. أما المعارضة فترى أن السلطة هي التي تعطي الضوء الأخضر لممارسة العنف بقمعها التظاهرات وقتل المتظاهرين واعتقال المواطنين بشكل تعسفي، وأنها تقود البلاد نحو طريق بلا مخرج. تعتقل المواطنين تعسفيا، تمارس التعذيب إلى اليوم بعد أن قالت أنها لا تمارس التعذيب. السلطة تمارس العنف على كثير من الاحتجاجات التي تحصل في القرى من قبل الأهالي، وهي آلاف من المسيرات التي حصلت وتم قتل كثير من المواطنين. السلطة تقرأ الواقع بالمقلوب، فحينما تضغط وتمنع حتى هذه الورقة الأخيرة التي بيد المعارضة فإنها تذهب إلى طريق خانق لا نعرف أبداً كيف سيكون المخرج منها. يأتي هذا القرار بعد إخلاء النيابة العامة البحرينية سبيل ثلاثة أشخاص من جمعية الوفاق التي تمثل أكبر تيار شيعي معارض في البحرين، بعد توقيفهم على خلفية ما وصفته الداخلية البحرينية بتجاوزات وقعت خلال تجمع مرخص للمعارضة. القرار الحكومي بمنع التظاهرات ليس الأول في البحرين، حيث فرض عليها حظر من قبل لمدة ثلاثة أشهر خلال إعلان حالة الطوارئ في مارس آذار عام 2011. مها سكر، بي بي سي.